يا ربي، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وقدرتك ورحمتك التي وسعت كل شيء، أن تثبت خشيتك في قلوبنا حتى لا نخشى غيرك ولا نرجو سواك. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك ثقة وإيمانا بحسن تدبيرك، فاختر لنا ولا تخيرنا، واكتب لنا الخير أينما كان وارضنا به، واشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واكفنا شر الدنيا وما فيها، وارزقنا خير الدنيا وما فيها، واحسن خاتمتنا، وارزقنا الجنة ونعيمها. اللهم اجعل لنا في يوم الجمعة دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى الجنة لا يسد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله يحفظكم ويحفظ غليكم.